لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. ما شاء الله الفضلوا مرحبا بكم ما شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم الفضل ما شاء الله أي ما شاء الله الله بارك فيك الحمد لله هاك الريحة الحجاز الفضل ما شاء الله الله بارك فيك الحمد لله 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 الفضل الحمد لله الله بارك فيك الحمد لله الريحة أشربع ما شاء الله بارك الله فيك الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله الفضل الفضل أخوانا الفضل ما شاء الله الفضل ما شاء الله بارك الله فيكم ربنا يوعدكم ربنا يوعدكم إن شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك الحمد لله أي ما شاء الله ها إبراهيم ما شاء الله ما شاء الله اشربوا البارد اشربوا البارد ما شاء الله الله يديكم العافيه بارك الله فيكم الحمد لله ان شاء الله طيبين يا الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الحمد لله الحمد لله حجه مبروكه ما شاء الله ما شاء الله والله يا اخواننا فلان اخرت عليكم انا مشيت علي عبد الله اخوي في الخرطوم شهرين انا قاعد معه شهرين انا جيت عليكم الاخرته ان شاء الله طيبين ما شاء الله بارك الله فيكم الفضلوا فضلوا الله وزع الطواقي وزع الطواقي الشغلات ادي سيبه سيبه الهدايا هدايا الحج يا اخوانا هدايا الحج ربنا يتقبل وزع وزع ادي جماعه ديل البس لكم طواقي ربنا يوعدكم ان شاء الله امين الله يبارك فيكم الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله مبروك يا دعيت الله يبارك فيك الحمد لله ها دعيت يا اخي ربنا يتقبل منك هان عندي النية باقي ماشي الحي دايرك تشرح لنا أكثر أعمل شنو بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء ربنا يوعدكم جميعا بالحج وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شيف الحج ده أنت يعني كلام واضح أول حاجة تخلص النية من داخل فؤادك وقلبك ده تقول إني نويت الحج شفت كيف وتتأكد من جميع أوراقك الثبوتية وجوازك صار المفعول حتى بعدك تبدا ان شاء الله وفي كل الحجر الاسود وفي مروه وفي الصفا هاي بليل تدوبت تلمت الحجر الاسود والصفا والمروه اي شيف بالنسبه للشعائر وبالنسبه للمناسك ده كل اخواننا في الاداره العامه للحج والعمره ما قصروا شرحوها شرحا وافيا كافيا من خلال المرشد والامير ده كله شرحوه شرحوا لك كل شيء لكن انا دعيت ده عندي لكم بعض الملاحظات اللي بتحدث من اخواننا الحجاج هناك في الحج يعني زي السلوكيات الخاطئه زي شنو دعيت ايوه هنالك بعض السلوكيات الخاطئه تحدث من بعض الحجاج في الحج يعني نشرح عليكم السلوكيات دي يعني بقت كثيره مثلا يعني ما يخص الطعام الاكل اللي تاكله الناس دي سيبها ايوه عندك البوفيه المفتوح يخطوا زي ده بوفيه مفتوح الا جداد ولحم وخضار وفواكه وعسل وزي ده عصير وكل الحاجات دي كل حاجه يجي صحنه وكبس الناس الكبس دي يجيب ورا دي يجيب قدام دي يجيب ورا الشغل ده ما تمام الا بشيله زي ده يملى صحنه ارضم 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 يردم صحنه زي ده تجيبها يوديه الا ينقل يوديه ينقل وبطن كي ينقل ويشيل رغيف ويشيل ياتو وياكل 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 80% من هذا الاكل يخليك قاعد في مكانه شفت كيف؟ ده اسمه بزار الحاجه دي بزر شفتها؟ خلي لزول اخر يجي بقى فاك ياكل، انت زي تشيل اكل الناس وكمان شنو؟ يقول لك نمشي على السكنات. بعد ده نمشي ننقل يملى جيب ذا ويملى ذا ويملى ذا وكوت كوت كوت يمشي وين؟ السكنات الا ياكل بالليل وزي يردم الاكل في بطنه وبالليل زي ده بطنه يقوم شنو؟ يبقى عيان يسوقوا على الدكتور وبعض المناسك تفوتها وبعض الشعائر تفوتها. الكلام ده ما يجي. شفت كيف؟ اي اكل الكلام بتاع الاسلام واضح من خلال السنه. سلس 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 اي صحيح غلط والله والله غلط صحيح والله اي والله صحيح صحيح اها وثاني شنو؟ عندك الاندهاش بالمكان ما تندهش انت حاج جيت قلت الثقه في نفسك زي ده عندك الامير ده اي شيء تزعل منه ما تندهش تقعد تبهلك في الناس بهلك 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 وتعايل ده قصير وده طويل ده عندنا نخره ده يشوف ساقه ده اصفر ده اخضر ده الناس ده جايين واتين من كل فج عميق في زول جاي من افريقيا اسيا الهند امريكا كل المكان ده الناس جايين زي ما انت جيت ما تعيل الناس تبهلك وتقوم تشوف تقول ده رخام وده سيراميك وده قزاز وده ياتو وبوم تدقش وينفلق ويبقى في شيء اخر الله يكلمك في مكانك بصور سيلفي سيلفي هذا اكبر خطا انا شفته الحمد لله ذكرتني لو شفته السيلفي ده خطا كبير
الزول الناس في الشعائر طلعوا جبل عرفات ولا وقفوا في عرفات، انت تقف معاهم ولا تمشي جنب الحجر؟ انا كاكاك صورتها، انا جنب الاسود، انا جنب يعني جنب مسجد الرسول، شيفونه زي ده كاكاك، وانا في منى كاكاك، وتعمل شنو فيديو فلان انا في الحج. الكلام ده كله خطا. انت جيت للحج ما جيت للمظاهر تظهر للناس وترسل لهم فيديوهات، هاي دي ذكريات كويس، لكن انت ما تتظاهر زي ده وترسل فيديوهات وتنسى الشعائر وتنسى زي ده الحج كله. اي والأهم من ذلك كله يا اخواننا اسمعوا مني، انا دياتر ده قولوا استفدت من الحج ما شاء الله. اهم شيء الحج ده عند عودته من الحج لابد اذا كان في سلوك خاطئ في حياته يغيره. انت بعد ما جيت حج بعد جاتك فرصه العمر، يعني كان عندك لك سلوك مثلا بتاع نميمه تخليه، كان عندك لك مبيغات، المبيغات دي انت بقيت حج بعد ما تصلح تخليها، وكان انت عندك غلو في الاسعار، كان تاجر زي ده وتقول للناس كلام ولا اسعار ولا تديهم زي ده حاجات بتاريخ منتهي، تقول تخليه بعد ده انت تركب الدرب، انت جاتك الفرصه. اي صحيح والله دادر. اي التنبات كلنا خليه، التنبات تخليه، السجاير بطن كده تخليه، ادي عادل. اي الراس ده اخوي نمله به شنو؟ القطيعه دي مع انكولي بالونسه برضه مخليها القطيعه؟ اي بطن كده تخليها، الشيشه الشيشه كور تخليها، لا اله الا الله محمد رسول الله. هادي عادل الشيشه دي قلت يخلوها، السجاير قلت يخلوه، التنباك قلت يخلوه، هاي قطيعه، القطيعة اللي بحلوا بها الكلام دي قلت يخلوها. ها اخوي مزعول من الخير، العرس ذاته نخليه، العرس نخليه، العرس هاي ده الوحيد اللي ما تخليه. هاي زهير المغرد ها ما سوي لنا الكلام الكريم ما درنا ذول غيره، المفروض على الناس توقيره، الحليم ما بشكل ذول غيره، عم الكون بإبره خيره، عم الكون بإبره خيره، أي كان يواصل الجار وفقيره، كان يواصل الجار وفقيره، المعظم في ملك تسخيره، للعوامل تقديم وتأخيره، الحليم الما بشكل ذل غيره، مولى الناس العمان بخيره، الحليم الما بشكل ذل غيره. صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إدارة الإعلام والعلاقات العامة.